سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. من بعد هات الغيبة الطويلة جات لكم أفكار متنوعة وجديدة لكيفية تشكيل الحلويات والطرطات. نتمنى نال إعجابكم، وأكيد بغيت نقول لكم سنة سعيدة وكل عام وأنتم ألف خير ينعاد عليكم بالصحة والعافية والتوفيق. وبلا ما نطول عليكم، دابا غادي نمشي ونوجد الطرطة ديالنا. نتمنى نال إعجابكم. صوتنا يا مجدد وبكره الحب جديد. عم يتلاقوا الاصحاب لهدية خلف الباب، في شجرة بالدار ويدوروا نعد صغار، والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد. ويلا نبدأ. في إناء غادي نوضع بيض البيض مع ملعقة خل، وغادي نضربهم مزيان ونوضعهم على جنب. في الإناء الثاني غنوضع صفر البيض مع السكر، غنخفقو مزيان مع إضافة الحليب والزيت، وأخيرا غنضيف المكونات المتبقية وغادي نخلطهم. ومن بعد ذلك غادي نجيب شوية من بياض البيض غنضيفو على الخليط وغنبقى نحركو شوية حتى ينسجمني مع بعضو. مين اللي جاي بعيد وعم بيرش موعد. ومن بعد غنجيب الخليط ديالي وغادي نصبو على بياض البيض وغنبقى نحركو بسباتول بشوية بحال طريقة المكرونة. ودابا غنجيب الخليط ديالي وغنصبو في الماء اللي سبق لي وحضرتو، وباش ندخلو الفران على درجة حرارة 150. بالنسبة للمدة فهي كتختلف من فرن لآخر. ودابا جا الوقت باش نقدم لكم التورته ديالي بالصحة والعافية. كنعتذر منكم حيت نسيت ما صور طريقة التزيين، اللي هي عبارة على الكريمة والتوت البري والقليل من الشوكولا. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساوش تدعموني وتشتركوا لي في القناة. الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.